مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم البوصله. والبوصله في هذا المساء بتتجه الى اتجاه مهم، ويمكن كل الناس واقفين ومنتظرين اتجاه البوصله، بوصله السودان بصوره عامه هذا الموسم. البوصله في هذا المساء بتتجه للميزانيه اللي يمكن نحن على بعد فتره بسيطه منها، أو على بعد أمتار زي ما بنقول بلغة كرة القدم. التحديات اللي بتواجه الاقتصاد السوداني، نحلل هذه التحديات. أيضا زيارة الأخ أو السيد دكتور حمدوق رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكيد لهذه الزيارة آثار سياسية واقتصادية، وحنشوفها مع ضيفنا العزيز في هذا المساء الأستاذ الصحفي والمحلل الاقتصادي أحمد خليل. أحمد برحب بك أستاذ أحمد. مرحب بك. مرحب أولا بمشاهدي قناة الشروق داخل السودان وخارج السودان، ومشاهدي برنامج البوصلة خاصة. أهلا ومرحب بك. أنا يمكن بديت حديثي عن الميزانية. الميزانية طبعا الناس كلها الآن منتظرة، وهي أعتقد أنها حتكون يمكن بكرة في مؤتمر. أو طبعا هي الميزانية الآن المؤشرات بتاعت الميزانية تم إيجادتها من مجلس الوزراء. نعم. والآن 20 أو 18 إلى 20 لجنة في وزارة المالية شغالة في الإعداد النهائي للموازنة، موازنة العام 2020. طبعا أكيد يا أخو يا زميل معتصم. نعم. وحبيبنا معتصم، حبابك أدف. نعم. ميزانية 2020 دي ميزانية مختلفة. مختلفة. كويس. وميزانية يعني أول ميزانية للثورة بعد نجاح الثورة وإسقاط النظام البائد. أكيد في تساؤلات كثيرة جدا جدا. نحن أمام ميزانية، زمان كان ميزانية العام 19 كانت ميزانية منحازة للصرف على الأمن والجيش بنسبة 72%. يمكن زول الشارع عارف. أيوة. الآن نحن في ميزانية انحازت لقضايا مهمة جدا جدا، اللي هي قضايا الصحة والتعليم والبحث العلمي، اللي هي 52-54%. نعم. حيكون في صرف مقدر جدا جدا. نحن أمام ميزانية ما فيها زيادة في الضرائب بس، بل حيكون في توسع في المظلة الضريبية. نعم. يعني مفترض في عناصر جديدة تدخل كانت ما داخلة ما داخلة منا. كانت ما داخلة ليه؟ لأنها كانت شركات حكومية وشركات مرضي عنا. نعم. واحد، إضافة لأنه في ناس متهربين من الضرائب. خطة هيئة الضرائب أنه تصل هذه المؤسسات. واحد، إضافة لذلك حتى هذه المؤسسات اللي هي الشركات الحكومية كانت بعيدة عن الولاية، ولاية المالية الآن هي داخل ولاية المالية. المالية حتكون عندها ولاية دي حتكون عندها عائد مقدر؟ طبعا أكيد طبعا. أنت هذه نحن بنتكلم في 200 شركة حكومية المسجلة قريبة 600، الفعلية العاملة هي 200 شركة. 200 شركة ما قاعد تدفع ضرائب، ما قاعد تدفع رسوم، ما مخزون بتاعت أفراد ولا بتاعت حكومة؟ بتاعت حكومة. بتاعت حكومة. الهيئات الموجودة ما قاعد تراجع مالها. ودي هسه حترجع لوين؟ لحظيرة وزارة المالية. نعم. ما حيكون تاني في تجنيب. التجنيب كان أثره كبير. أثره كبير جدا جدا. ما أنت في مال ما عارفه قاعد يمشي لوين، في إيرادات قاعد لواحد. حيتم الولاية، ولاية المالية هي اللي حتصرف على كل الوحدات الحكومية. قطاعات ولا؟ كل القطاعات الحكومية، نظام الخزانة الموحدة لما يتم تفعيله بشكل صحيح، والدفع الإلكتروني والسداد الإلكتروني حيكون بشكل يعني بشكل كبير جدا جدا. نحن نتوقع انه يعني المالية هي يعني وفق تصورها انه حتعتمد على الدخل الحقيقي. طيب الانتاج وين؟ الدخل الحقيقي ما هو الانتاج. طيب الانتاج يعني هل بتفتكر في هذه الميزانية هذا الموسم كان في انتاج كويس؟ في انتاج مبشر. انتاج مبشر الى الان. ده واحد. المهم انت حتشتغل على 4 سلع للتصدير. نعم. حتخد على قيمة مضافة. منها الحبوب الزيتية واللحوم. وبالتالي بدل ما انت تصدر مواد خام راح تصدرها مصنعه او نصف مصنعه. نصف مصنعه لانه لسه يمكن هتستفيد من بقيه الحاجات. تقريبا اللحوم الناس قطعوا فيه 80%. شوط كبير. الحبوب الزيتيه برضو الان تم ادخال البنوك، بنوك المصارف التجاريه والمصارف الحكوميه بانه تشتري الصادر من المنتجين. ودي اثرها شنو؟ اثرها بانه يا اخي انت حتصدر
عبر البنوك لصالح بنك السودان. وزمان كان بيحصل شنو؟ بيحصل ان المصدرين بيمشوا بصدروا وراهم وما برجعوا حصائل الصادر، يعني الدولار ذاته بيقعد برا، بيقعد برا وبيجي بخش لك السوق الاسود. هسه الان البنوك حتخش تشتري هي لصالح منه، تشتري لبنك السودان. نعم، بنك السودان حيصدره. طيب البنوك دي هي ذاتها انت الان واضع يدك عليها كدوله؟ طبعا طبعا. هو في اجراءات، في اجراءات ماشيه للمصارف. قبل ما انا اغوص، انه وزاره الماليه الان عامله دوره تدريبيه للصحفيين والمؤسسات اللي عندها علاقه بالاعلام وبالموازنه، الصحفيين الاقتصاديين جميعا في وسائل الاعلام كلها المختلفه، الاذاعه والتلفزيون، مواقع الكترونيه، الصحافه، لمده 4 ايام فيها سياسات ماليه وسياسات نقديه، كيفيه اعداد الموازنه، حتى لما الناس تيجي تتناقش بمعرفه بمعرفه. عادة حتى في السنوات السابقة إنه المالية كان قاعد تعمل تنوير في اجتماعات قاعد تحصل. الآن في حريات كبيرة جدا جدا منتظمة البلاد، بالتالي الميزانية دائما نحن بنتكلم في ميزانية، مفترض إنه الناس تكون هي متابعة الميزانية من أول. في منظمات مجتمع مدني مفترض تحضر، مفترض تراقب أداء. ليه الاهتمام ده؟ أنا أستاذ أحمد متابع إنه حتى في الشارع الإنسان العادي، زمان الميزانية الناس ما جايبة خبرها صراحة، بقول لك ليه في اهتمام؟ يعني هذا بعد الثورة شايف في اهتمام، حتى لو دخلت مواقع التواصل الناس ما عندهم علاقه بالاقتصاد، ما عندهم، مهتمين بالميزانيه بكل القضايا، هي الحريات. طبعا بالمناسبه نفس الحريات، لما يكون في حريات الناس بتهتم بمشاكلها، بتهتم بحاجاتها. ده واحد. هي الموازنه، هي الموازنه للشعب السوداني، مفترض يكون عارف تفاصيلها، يكون عارف تفاصيلها. الميزانيه هي مفترض انت تعرف، هي تحدد لك انت عندك كم ساعه ترفيه، عندك كم كيلومتر مفترض حركه، عندك العلاج، كلها المفترض الميزانيه تحدد لك انت حوجتك كمواطن، وهي حتقدم لك في المجتمع. ده واحد. ما انا دافع ضريبه، يعني حتى لو كنت انا منتج بسيط او مواطن عادي، في ضريبه الدخل الشخصي في المرتب بدخل لك شنو، وبالتالي انت يعني مفترض انا اعرف حاصل شنو. ده واحد. الميزانيه مفترض تنحاز، تنحاز لي انا كفقير ومن خلال مصادرنا في وزارة المالية وحديث وزير المالية والحديث الخبراء الاقتصاديين، بأنه هذه الميزانية هتنحاز للريف، هتنحاز للفقراء، هتنحاز للمناطق اللي عانت ولايات الحروب، اللي فيها ضعف في التنمية، فيها مشاكل. أيوة، حتى فيها ضعف في التنمية. وزير المالية قال الكلام ده للشرق بالذات ودارفور، ان احنا عندنا مناطق عندها في مشاكل. ده واحد. اضافه لذلك كفايه كمان الخرطوم ذاته فيها تعداد سكاني كبير جدا جدا، لازم تفتح افق في بعض الولايات الثانيه عشان الناس تطلع. انا الخرطوم دي بالمناسبه قدر ما تقدم لها من خدمات ما حتكفي، ليه؟ لانه بتبلعها بس. فانت لو رجعت جزء ولايه الجزيره، جزء ولايه جنوب كردفان، شمال كردفان، بور السودان، النيل، نهر النيل، فحقيقه وبعدين ده بكون عايد. ايوه، بيشتغلوا الان ما في انتاج. يعني انت الان الناس موجودين من غير انتاج. نعم. يلا، الماليه قالت حتعتمد اعتماد كلي على الـ 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 في دخلها لهذه الموازنه في الايراد على المورد الحقيقي. يعني ما في شيء خيالي ولا المورد الحقيقي معناته على الانتاج. نعم. يعني لازم تشجع الانتاج. السياسات ماشيه، يعني حتمد كرعينه قدر لحافه، قدر لحافه. ده واحد. في حاجه مهمه طبعا. نعم. نحن في المصرفات، زمان المصرفات بتاعت الدولة ولا المصرفات؟ ايوه، مصرفات الدولة كانت كبيرة جدا جدا. انت احسب عندك كم مجلس تشريعي في الولايات، عندك كم مجلس وطني، عندك كم وزير، ديل كلهم الان بيبقوا ما في شيء، مرتباتهم ومخصصاتهم بتاع زي دي، حيبقى في حصر في الانفاق، حيقلل الانفاق. واحد. ما حيكون في توسع في شراء عربات، شراء اساس، شراء عشان ده كله حيقلل من الانفاق الحكومي بالذات. الانفاق الحكومي. نحن في امام ميزانيه حتستثمر في الاشياء الصحيحه اللي هي الصحه والتعليم. في حاجه جديده، البحث العلمي. انا الثلاثه نقاط دي هي اساس الحياه. طيب، اساس الحياه، انت لو يعني انت وانا عايشين في هذا الواقع، شايفين الناس نحن قاعدين نتعب كيف عشان نعلم ابنائنا، عشان نتعالج، كمان احنا اهلنا لما يجوا من الولايات دي الخرطوم عشان ناكل ذاته مشكله، عشان ناكل ذاته، عشان نسكن ذاته مشكله. مشكله. كويس. كيلو الموز اللي بقى ب 25 جنيه ده لازم نعاين له. كويس. يعني انا كنت بتكلم مع الاولاد في البيت، يا ابوي داري، قلت لهم يعني قعدت قلت لهم ثاني الفواكه بموسمها، بس كلام سليم، والخضار بموسم. نعم. يعني موسم البرتقال ناكل برتقال، لكن قول لهم ممكن اجيب لكم موز.
ليه لانه يعني فتره يعني اليومين اللي فاتت الشهر اللي فات لغايه اسمه البرتقال الناس قادره تشتري صح. كيلو ب 30 الدسته ب 30 40 جنيه سليم ده موسمه في موسم يا استاذ احمد دي علمت الناس ثقافه انا شايف جيدة. الثوره برضو علمت الناس ثقافه اقتصاديه يعني انا من ناحيه كلامك يعني الان الناس بقت انا لاحظت حتى داخل البيوت داخل البيوت الناس بقت تشتري قدر الحاجه يعني حتى اذا كان طماطم اذا كان خيار اذا كان اي شيء الناس لجأت لحته تشتري قدر الحاجه او قدر قدراتك زمان الناس بتشتري هي مجبوره ذاتها انها تشتري قدر الحاجه ده عنده تاثير على الاقتصاد طبعا عنده تاثير ما انت بانه تاثير شنو يعني دائما الانفاق البزخي الانفاق الاستهلاكي نحن مع الاستهلاك التوسع في الاستهلاك في الانفاق كويس لما يكون في شنو في انتاج في انتاج نعم معناته انت شنو وفي دخل بترجع السوق صح. المصانع في حركة نعم في حركة بعد كده نحن دارين نوجه الناس على شنو على مش الاقتصاد التوفير لما يبقى في توفير في البنوك حيكون في سيولة البنوك ذاتها حتمول كلام سليم عشان يكون لا لا ايوه الفترة الجاية يعني البنوك زمان كان موقف جبان يعني في الاستثمار نعم. يعني بتمولك تمويل عادي ما بتمولك تمويل بتاع زراعة تشاركك في الزراعة والمصانعة والشنو لكن مفترض تخش البنوك في تمويل التمويل الجبان أو الموقف الجبان ده كان سببه شنو انت بتفتكر انه هل انا يعني علمتها في بعض البنوك مجالس الإدارة شخص واحد يمكن يكون عنده أكثر من نصف الأسهم هل بعض البنوك كان بتوجه موارده وامكانياته وقدراته اتجاهات ما عندها علاقه بالوطن او بالاقتصاد السوداني كانت للاشخاص كانت يعني حتى كان البنوك كان بيخشوا في جزء من التجاره بتاعت المحاصيل كان جزء من الاحتكار نعم. ولكن ما كان بيشجعوا الاستثمار الحقيقي يعني انت مفترض تشجع المنتج الكبير زول داري يعمل مصنع شخص داري ينتج يعمل مصنع داري يزرع داري يعمل تمويله مفترض تمويله ولكن كان التمويل كله عباره عن مرابحه هو بياخذ البنك بياخذ ال 18% وبعدها انت تنجح تخسر ما مش ما بهمه كثير ما بهمه العائد في عائد للوطن ما في عائد ما بهمه بس مهم لواحد الان حيكون في اعاده هيكله لكثير من البنوك خاصه من البنوك الحكوميه حيكون في دمج لبعض البنوك حسب حديث وزير الماليه ابراهيم البدوي نعم. في مرات سابقه في واحده التصريحات ده واحد نحن نرجع للحته الثلاثه البحث العلمي والتعليم نعم طيب نحن لما يكون في ميزانيه مقدره للبحث العلمي البحث العلمي هو في تطوير طيب نحن السنه اللي فاتت انت لو لاحظت في بعض الحواشات في الجزيرة جابت 21 شوال نعم قمح نعم العلماء بتاعنا في الأبحاث الزراعية قدروا استنبطوا لهم بذرة جديدة أو تقاوي محسنة للقمح كانت مقاومة للحرارة وصلت الإنتاج 21 إنتاج كبير 27 للفدان إحنا كنا بنتكلم في ست شوالات و7 شوالات أيوة. نعم طيب انت لما توجه للبحث جزء من الميزانيه للبحث العلمي معناته انا هترفع الانتاج هيشتغلوا لي في القمح هيشتغلوا لي في القطن هيشتغلوا لي في السمق هيشتغلوا لي في كل السمسم في كل التجاريه انا ما عندي بعض الانتاج هو انتاج شنو؟ انتاج نقدي السمسم اللي اسمه انا بقدر بصدره طيب بالنسبه للصحه احنا قاعدين نهدر جزء من مواردنا البشريه يعني انا لما يبقى عندي وقاية صحية حيطلع لي أطفال أصحاء شباب أصحاء منتجين وبيقدر يشتغلوا بدل يمشي يموتوا لي يعني أمهات بتموت في التعليم كويس حقيقة التعليم يعني أنت دار تنمي بلدك ودار تطور بلدك لازم يكون عندك خطة تعليمية الناس متعلمين يعني الآن العصر ذاته هو أصبح عصر رقمي نعم كويس هو ما عصر بتاع جهلة كويس أنت دار تنافس دار تنافس في هذا المجتمع الآن التركيز سوى في تنمية الموارد البشرية نعم وبالتالي انت لازم تعليم يكون عندك مخرجات جيدة جدا جدا للتعليم الناس بتتحدث في انه نحن حقيقة تعليمنا فيه حشو كثير جدا جدا لابد ان الناس يعني فيه حشو كثير جدا ايوه تطلع الحشو ده وتطلع لنا منهج تعليمي ميس. ينافس العصر حتى المنهج التعليمي عنده دور اقتصادي كبير جدا طبعا يعني كثيرين جدا يمكن ما فاهمين النقطة يعني انا ممكن انا يعني انا اتوسع في في في
في في في تدريس المعاهد التقنيه والكليات التقنيه بالمناسبه. يعني احنا محتاجين انه نتوسع في هذا التعليم والتدريب المهني. محتاج انت ليه؟ لانه احنا ماشيين على انه دارنا نوطن الصناعات. كويس، ما نحن عندنا انتاج زراعي لازم يكون في تكامل في صناعه، في صناعه تحويليه، في الصناعات الصغيره. برضه نرجع لدور البنوك في انه كيف تمويل هذه الصناعه. يعني يمكن مصداقيه لكلامك، انا الاسبوع اللي فات يمكن كان عندي اثنين من المهندسين ضيوف ويتحدثوا عن التعليم ويتحدثوا عن البحث العلمي ويتحدثوا عن انه التعليم التقني مهم جدا، وهم كانوا بيتحسروا على انه الان احنا بنخرج 10 مهندسين قصاد فني واحد، وهم المفروض يحصل العكس، مهندس واحد مهندس قصاد 10. نعم، هم بيفتكروا انه لابد التعليم ياخذ دوره وياخذ فرصته عشان ما الاقتصاد يرتفع. يلا برضه بالنسبه لو رجعنا للبحث العلمي، طيب في مجال السلالات بتاعت الثروه الحيوانيه، الثروه الحيوانيه نحن مره مشينا مزرعه في على المويلح معتصم خرفان برازيليه، هل تصدق انه خروف بيعمل 100 كيلو؟ خروف ولا خروف عجل؟ خروف 100 كيلو. لو لقاك في زقاق بتجري تخلي الزقاق. يعني شغالين في اسم دواء. يلا ده كله الزمن اللي فات، يعني ليه ما الناس مستفادة؟ يلا انت ما قاعد بحث، تمويل البحث العلمي. نعم برضو كل المستضيفين بروفيسور تكلمت عن عدم التمويل البحث العلمي، تكلمت عن هذه المراكز البحث. انه ديل ناس مجانين وشعرهم كثير يعني، لكن بالعكس حاجه يعني يمكن كلام جميل وكلام. انا دار ارجع لحته انه ال 57 او 56% اللي تكلمت عنها، الصحه والتعليم في ميزانيه العهد البايت كانت كم؟ 2%. كم؟ 2%. طيب ده ما بينعكس على الاقتصاد. كانت القصر الجمهوري 17%. 17% ولا الصحه 2% والتعليم 2%. نعم، يعني الميزانيه ضعيفه. ما في ميزانيه ذاته. ما في ميزانيه يعني. كان كويس لانه ما كان همهم. لذلك انتشرت المدارس النموذجيه اللي بسموها استثماريه الخاصه. نعم، باستثمار. اي نعم، واغلبيه الناس اللي كان عندهم مقدرات ماليه كان بيطلعوا اولادهم خارج السودان. نعم، ولكن احنا مفترض نرجع لانه يعني نطور هذا القطاع بتاع التعليم. طيب اذا رجعنا لقرار السيد وزير الصناعه وموضوع عشان نشوف تاثيره على الموازنه. أيوة، الفول السوداني. لا، قانون الاستثمار للاجانب. يعني برضه منع الاجانب الا من خلال قانون الاستثمار، تاثيره على الموازنه، لانه في كثير برضه من الاجانب. هو ما عنده تاثير كبير جدا بيضر الموازنه، ولكن هو لصالح الموازنه لسبب واحد. طيب نحن ليه يعني الاجنبي هو يمشي لغايه سوق المحاصيل في 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 القضارف او المبيض، كويس، يطلع في اللوري ويدخل اللي اسمه يطلع الفتاشه ويشوف السمسم ده وبتاع، ما يكون قاعد في حته هناك وانا ارسل له واحد. اضافه لذلك هو قاعد ياخذ تمويل من بلده، كويس، والارباح بتاعته للبنوك هي كلها 10% او 5%. انت تاجرك ما بنافس معه. انا ضد اصلا من الموضوع كله في انه يا اخي هو تجاره في تجاره. يعني احنا لازم نرجع للصناعه والتصنيع والتوطين. هذا ايوه، هذا الاجنبي اللي بيجي بيشتري المحاصيل نحن ما حنبيع المحاصيل وما نبيع المحاصيل، اللي نضيف لها قيمه اقتصاديه، قيمه مضافه، نحولها من ماده اوليه لواد مصنع او شيء مصنع. لو رجعنا للبذور دي كلها، نايس، الزيتيه، انا لو عصرتها اول حاجه طلع زيت خام بتاع زيت، برجع لي مخلفات برضه. نعم، مخلفات، علف. نحن عندنا مشكله بتاعت علف الايام يعني زياده اسعار الالبان. الاعلاف بقول لك غاليه. نعم، نايس. يلا ليه انت بتخلي الاعلاف دي تمشي خارج السودان؟ ما تخليها هنا. طيب خليك من علف، انا حشغل كم شخص في اي مصنع؟ كويس، معناته انا زدت دخل. دخل لبعض الاسر. نعم، اللي هي يعني مفترض يكون عندها مصدر دخل. نعم، طيب لما بس يجي تاجر هو يستفيد، وعائد الصادر ما بيجيني راجع، لو جه راجع بيدخل السوق الاسود. نعم، يعني حتى العائد بيبقى دولار في الخارج. ايوه، لو جاك بيجي خاش السوق السوق الموازي. نعم، ما بيجي ما بيجي داخل لك للبنوك للبنوك. هي الدوله مفترض تسيطر على هذا القطاع. ما انت
انا عندي مشكله بتاعت ايراد تاع نقد اجنبي في السودان. زمان كان في النفط و 90% من ايراد النقد الاجنبي كان في السودان كان من النفط، والان النفط النفط ما في، معناته انا عندي الزراعه كويس. الله حواني بالمحاصيل الزراعيه والمعادن، طيب انا اشتغل عليهم، والثروه الحيوانيه كويس، الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني انا اشتغل عليهم كويس، اشتغل عليهم حتى وعندي سياسات يعني الموز اصدر الموز، المانجا اعمل العصاير، اعمل الحاجات دي، اعمل مصانع حتى اللحوم بالمناسبه. اللحوم ما عباره عن لحمه انا بصدرها، ليه انا ما اصدرها سجوك، ما اصدرها مرتديلا، اصدرها برجر، ليه يعني الان بنصدر احنا حتى حيه يعني حيه مشكله كويس. يلا انا استفدت صوف، لا استفدت اضلاف، لا استفدت الحش، نعم كله ما استفدت، كل ما استفدت منها يعني انا استفيد من الحاجات دي يعني. مهم جدا انه لازم يكون في تفكير مستقبلي صحيح بالنسبه للاستثمار كويس. هل دخول الاجنبي في تجاره محاصيل الاستثمار ده ما استثمار؟ تجاره لانه تجاره فعلا، لانه ما العائد شنو يعني؟ العائد شنو؟ بل هو حيستفيد. الاستثمار تجي تعمل لي مصنع، تجي تعمل لي مزارع، اولا كويس في قانون الاستثمار لابد ان الحكومه تمنع استيراد او جلب اي عماله غير مهره غير فنيه، يعني العامل اللي بيشتغل ليه انا اجيب لي عامل يجي زولي قاعد وقاعد عاطل سايق لي دردقه، مش سايق لي دردقه، قاعد ذاته وقاعد في الظل طيب استاذ احمد نحن حناخذ فاصل قصير ونقرا عين نتواصل مشاهدينا الاعزاء، فاصل قصير ثم نعود لنتواصل. مرحبا بكم جديد، رحب بالاستاذ احمد. استاذ احمد برحب بك مره ثانيه، واحنا مشينا الفاصل كنا نتكلم عن العماله والمستثمرين الاجانب هم ما مستثمرين، نقول عليهم تجار اجانب، ده عنده اثر خطير على الاقتصاد. كيف طبعا ما نحن عندنا مشكله بتاعت ايراد تاع نقد اجنبي في السودان. النقد الاجنبي بعد ذهاب النفط زي ما انا تكلمت 90% منه مشى للجاره جنوب السودان. فأكيد عندنا مشكلة، يعني الدولة النظام البائد بدل يستثمر استثمار حقيقي بشكل إيجابي بشكل جيد يعود للبلد كويس بإيراد نقد أجنبي كويس يساهم. أنت نحن عندنا فرقة بتاعت 6 مليار كويس، نحن كل اللي اسمنا ده بنصدر 3 مليار دولار بنستورد ب 9 مليار، عندنا فرق بتاع 6 مليار لازم تتقفل عشان اللي هي منها بتمشي الدقيق وبتمشي المواد البتروليه. فترك الباب على مصراعيه، يعني انت ما ممكن سوق المحاصيل في القضارف في الابيض يعني يجوا اجانب تجار اجانب كويس بفتاشاتهم يفتشوا السمسم الصاح ولا اللي اسمه ده ويشيلوا، هم ممولين اصلا من بنوك البلدن، يجي يشتروا منك بالجنيه السوداني. يعني الاقل المفترض يشتروا بالعمله الصعبه بدخل العمله الصعبه، هم للسوق الموازي بيستفيد من فرق السعر الان هذا السوق لازم يتنظم كويس، يخرجوا كلهم والبنوك تشد حيلها تشتغل لصالح بنك السودان، يشتري هي الصادر وتصدر لصالح يجي راجع العائد. المهم كدولة انك يرجع العائد، حتى نحن نعرف حجم الصادرات بتاعتنا كويس يعني ده واحد. الثاني تكلمنا انه يعني هذول ده ما بسموه استثمار، يعني ده ما استثمار كويس. الاستثمار مفترض هو يخلق لك منفعه، فرص ومنافع، فرص وانت تستفيد منها. يعني حتى نحن في مشكله، يعني ليه بندخل العماله الاجنبيه تشتغل عماله؟ ما انت تدخل العماله المهره هو الاستثمار اللي انت ما عندك. الاستثمار انت بتجيب زول انت ما عندك حاجه تقدر تعملها، لكن هو يكملها. اجيب لي استثمار باسم محل ستاير، كباب، شيه، مطاعم كويس، الخدمات اللي ممكن يعملها اي سوداني، وده بيدو عليه وبرضه امتيازات عربيه يمكن طبعا ده واحد. فنحن خلينا نحول الموضوع ده لاستثمار حقيقي. طيب انا ما بفتح الاستثمار دائما لاي حاجه، مثلا ولايه الخرطوم بتحتاج لشنو؟ يعني ميزتها التفضيليه شنو؟ ولايه انا من المستثمر بيجي براه بقول يا اخي انا والله دار اجي استثمر في المجال كويس تعبئه المياه الغازيه، لا انا مكتفي من هذا المجال، لكن عندي هذا المجال، عندي هذا المجال والاعفاءات بتاعتي كده كويس، وانا بديك كده شيء مكتوب وموضح ده واحد. حتى الاراضي، في اراضي
منحت لمستثمرين مفترض على الدولة إنها يعني تشيل هذه الأراضي لأنه ما استثمروا فيها. أنت بتديه فترة يستغلوها لشيء ثاني. في قبل فترة كان في 5000 متر في سور داري بيع 5000 هو ماخذها استثمار يعني. كلام عجيب واحد. في مستثمرين دخلوا تجار يعني أجانب في سوق اللساتي في سوق شنو يعني تجارة. تجارة. طيب. نحن من التجارة نمشي نشوف زيارة السيد رئيس الوزراء دكتور حمدوك. هذه الزيارة اللي يمكن الواحد لو تابع الوكالات الأنباء العالمية والقنوات بتتكلم بإيجابية كبيرة جدا عن هذه الزيارة. يا ريت نشوفه بعد هذه الزيارة. يعني دائما يعني حتى السياسة تأثيراتها كبيرة جدا على الاقتصاد. نتكلم شو عنها بعد هذه الزيارة. نعم. طيب هي هذه الزيارة عندها هدف معين اللي هو كيف إعادة السودان للمنظومة العالمية. بس المنظومة العالمية نحن خارج المنظومة العالمية مما تم فرض عقوبات وتم اعتبار السودان دولة مارغة دولة بتساعد الإرهاب. نحن الآن حصل في السودان تغيير. إحنا ما دولة إرهابية ولا دارين نصدر صورة لأي دولة من الدول ولكن نحن دارين نتعاون مع كل السودان الآن. يعني رؤية السودان بتقول إنه أنا دار أتعاون مع كل الدول في مساعدة والمساهمة على استقرار السلام العالمي. نعم. فبالتالي هذا وجه الثورة. وهيس الثورة اللي أيقونتها حرية سلام وعدالة. وهيس حقيقة هي أيوة هي ثورة ثورة بتاعت شعب ثورة بتاعت شباب. وهيس أدتنا وعي وهيس لكثير من القضايا. نحن النظام البائد دخلنا في دائرة خبيثة جدا جدا. يعني 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 المؤسسات أو الدول الأوروبية بما فيهم أمريكا هي دول مؤسسات. القرارات ما بيتخذها رئيس الوزراء شخص. او رئيس الدوله بيقول يا اخي اقفل البلي في عوض افتح البلي في عوض. نعم. بتمشي زي ما كان بيحصل. ايوه بتمشي. نعم. عبر مؤسسات. نحن الان امام قضيه مهمه هي رفع اسم السودان من قائمه الدول الراعيه. قائمه الدول الراعيه. طيب نحن بنستفيد شنو من هذه الاسم؟ اول حاجه نحن حنرجع نتعشق مع العالم في علاقتنا الاقتصادية. أول العالم عنده مساعدات فنية قاعد يقدمها لدول العالم التالي. نحن محرومين منها. محرومين منها. ده واحد من بنك الدولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ده واحد الأوروبيين برضو الاتحاد الأوروبي عندهم مساعدات فنية اللي هي بتعتمد على شنو؟ على التدريب. العالم ما قاعد يقدم في قوانين جديدة في تكنولوجيا أنت مفترض تتدرب عليها تكون متابع. ده واحد. الشيء الثاني انت عندك بارت سبير بارت في كثير من الصناعات بتاعتك مصانعك والنقل وسائل النقل الكبيرة اللي هو البواخر الطيران اللي اسمه هذه تكنولوجيا كبيرة انت محتاج لهذه التكنولوجيا ما انت يعني نحن الخطوط الجوية السودانية ولا الخطوط البحرية كلها طلعت لانه ما كان في اسبيل ليه لانه نحن معاقبين. واحد. الشيء الثاني التبادل تبادل الثقافي المنح الدراسية. أمريكا نحن مفترض عندنا منح دراسية مفترض تجينا وتمشي للدول الأوروبية نستفيد من الحياة كله ده ممنوع كله ممنوع. ده واحد. إضافة لذلك نحن عندنا صادرات مفترض تمشي عادي يا معتصم تجي تشتري مني أنا أبيع لك لكن نحن بنبيعها باللفة هو العائد بيقل بيقل. ده واحد. لو أنا محتاج لحاجة أشتريها برضو أشتريها باللفة والتكلفة بتكون الكوست تكون عالي. صح. ده واحد. لما ترجع يلا دخلونا في هذا الضيقة دي او الخبيثة دي الدائرة الخبيثة دي عشان تمرق منها لازم شغل كبير جدا جدا. بيبدأ هذا العمل وزارة الخارجية وزارة الخزانة CIA المخابرات الامريكية اللي هي بتكتب تقرير بانه يا اخي السودان عشان كده في الزيارة كان وزير الدفاع ترتيبات أمنية إن السودان خالي من كذا 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 بيرفع التقرير ده وزارة الخارجية قوانين كل بيمشي ماشيين بهذا التتابع. ده واحد. تكوين لجنة في لجنة بين البلدين بتعمل في هذا الاتجاه. إضافة لذلك بعدين بترجع للكونجرس. لما يتبنى الكونجرس يطرح القضية في أسئلة طرحت في الكونجرس في إنه السودان الآن بعد الثورة أين يتجه؟ واحد. الشيء المهم جدا حمدوك هو في أمريكا قبل ما يسافر أمريكا كان عندي حوار مع الاندبندنت. مجرد وصوله طلع الخبر بتاع حمدوك بأنه يا أخي السودان لو ما المجتمع الدولي ما يساهم في استقرار السودان
السودان راح ينهار. نعم. انهار السودان معناته شرق افريقيا الى منطقه البحيرات العظمى راح تنهار، راح يبقى في حروبات، في نزوح، في حتكلف العالم في انه يا اخي ثاني تعال عيدوا سلام من جديد من جديد. بالتالي العالم حريص، لازم يحرص، كان ما حريص لازم يحرص، لازم يكون حريص ولازم يقدم دعم لانه السودان يستقر. نعم. فبالتالي لذلك نلقى انه امريكا سمحت بانه يا اخي لا، خلي السودان يستفيد من بعض المعونات، من بعض الاسمنا حتى قبل رفع العقوبات. ليه؟ لأن نحن حقيقة الوضع الاقتصادي في السودان وضع حش. نعم. وكيل الأمم المتحدة لما جاء السودان قال الكلام ده. وتاني بعدها جاء إنه يا أخي السودان بيحتاج مساعدات بتاعت 2 مليار في كم مليون من الشعب السوداني محتاج. ايوه. حيكون في جوع، حيكون في كلام كثير جدا جدا. نعم. في بلد عندها خيارات وامكانيات. انا قاعد اقول امريكا، امريكا والناس عندها تكنولوجيا رهيبه جدا جدا خاصه في المجال الزراعي. يعني انت وقت ما انك تستفيد من هذه التكنولوجيا كويس، ان احنا الانتاج بتاعنا بدل ان احنا نتكلم بيرتفع. ايوه، من 26 كويس حيبقى عندنا كم 30 كم 40 كويس. فهذا دي مهم. انا من البدايه، من قبول رئيس حمدوك لتكليفه انه قبل بانه هو يكون رئيس مجلس الوزراء، انا عندي احساس بانه عنده ضمانات. طبعا حمدوك زول عنده علاقات مع المجتمع الاوروبي والمجتمع الغربي، علاقاته كبيره واسعه يعني اكثر من كم و20 سنه هو في هذه المنظمات الدوليه ويعمل ويعمل. معناته عنده لا يمكن يقبل مهمه عسيره زي دي في وضع اقتصادي زي ده، يكون عنده باور. نعم. بالتالي بنلقى انه زيارته لاوروبا، زيارته لفرنسا، زيارته لوين ما كانت عبس. في مهم جدا جدا المجلس، رئيس مجلس الوزراء في زياره مهمه مفترض. انا شايف انه الالمان وزير الخارجيه الالماني اول وزير الماني اجى السودان. يا ريت لو كان حصل زياره لالمانيا. المانيا الان تكلمت في انه يا اخي حتحل مشكله الكهرباء. واحد، المانيا عندها خبرات كبيره جدا جدا في مجال الدراسه التقنيه، رئيس المعاهد التقنيه والكليات التقنيه والشغل التقني ده، شغل الصناعي انت بتستفيد منه حقيقه، بتستفيد من المانيا. يا ريت نتجه في هذا الجانب، خاصه الاتحاد الاوروبي يعني كلامه ايجابي. طيب يلا، زياره امريكا هي زياره ناجحه جدا. نعم. طيب اذا اخذنا في زياره امريكا ترفيع الدبلوماسي، الامر الدبلوماسي هو امر اقتصادي طبعا اكيد. نعم. يعني الكثيرين جدا بيتكلموا عن انه كانه بيفتكروا انه الترفيع ما عنده علاقه بالاقتصاد، وهو كلام غير صحيح. احنا خلف الكواليس لما كنا بنتكلم في الترفيع الاقتصادي. نعم. ترفيع الدبلوماسي، الدبلوماسي وزيارة المناسب والمشاركه في انه رب الاسره والولد اللي يشارك. نعم. لما تعمل ترفيع دبلوماسي واحد في نديه في التعامل، انا وصلت معك اعلى درجه بتاعت التعامل الدبلوماسي. يلا هذا التعامل الدبلوماسي راح يفتح افق جديد، ينعكس انه في سفير زمان كان قائم بأعمال ممكن كلامه ما يكون ما نعم زي ما يكون السفير. نعم. واحد، عموما العالم كله منبهر من هذه الثورة، فطواغ للمساهمة والمساعدة. بالرغم انه ظروف امريكا الان وترامب ومشاكله الداخلية، ولكن تظل امريكا هي دولة مؤسسات. والعالم هو قائم على شنو؟ على المصالح. نعم. يعني بالمناسبة حتى الكلام حقوق الانسان، ما حقوق الانسان نوع من الشعارات. واحد، الحاجة المهمة جدا جدا هم اطمأنوا في انه يا اخي في سلام حيكون في السودان مع حركات الكفاح المسلح. كويس. تقريبا بكره يوم 11 حيكون اسبوع. نعم. ده واحد. نحن ذاتنا بكره هنا في السودان عندنا مؤتمر مهم جدا جدا. كويس. هذا المؤتمر راح يحدد لنا كويس ان احنا ماشيين لوين. اصدقاء السودان، ان احنا بنسمع لنا كم فتره بنسمع اصدقاء السودان. كويس. حيقدموا للسودان شنو؟ حيقدموا للسودان الان في ظل هذا الوضع حيقدموا شنو؟ انه كان في حديث في انه 20% من مكون الميزانيه حيكون على السودان. وعاده دائما اي ميزانيه بيكون فيها مساعدات وفيها قروض بتجيك من برا. اي. خاصه بالنسبه لشنو؟ ميزان المدفوعات والميزان التجاري. نعم. طيب اذا تكلمنا عن لقاء رئيس البنك الدولي والمستشار الأمن القومي والجالية السودانية، ده كله بالإضافة للديون اللي الهيبك. نعم. طيب نحن كدولة نستحق إن نخش ضمن مبادرة الهيبك لإعفاء الديون. نعم. أول حاجة طالعين من حرب. طالعين من حرب. الدول اللي طالعة من حرب وطالعة من مشاكل
البحر مميزة أهلية يستحق إنه ونحن من الدول الأغلى نموا عندنا مشاكل اقتصادية كبيرة جدا. زمان عدم استفادتنا من هذه المبادرة إعفاء الديون هي كان سياسي وجود النظام البائد، الآن هذا النظام غير موجود. فالعالم مفترض يتعامل معنا بتقدير على الأقل احترام في إنه يا أخي نحن الآن مستحقين إنه يعفي هذه الديون ونبدأ صفحة جديدة. وأنا قاعد أقول دائما في حواراتي وفي لقاءات التلفزيونية والصحفية إنه يا أخي أنا متفائل رئيس. هذه الصورة لم تكن صورة عادية وجاءت في وقت مفصلة جدا جدا بالنسبة للسودان وبالنسبة للمنطقة، والآن هي أصبحت نبراس. نعم يحتدوا بيه صح. وهي طريقة الاعتصام والشيء اللي قاعد يحصل في السودان في الاعتصام، فبالتالي ما حتكون شيء عبس. أكيد 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 نحن وصلنا لمرحلة إنه حننطلق، يعني هذه الصورة لما حدثت معناته حيحصل تشينج. نعم تغيير كبير جدا، تغيير في السودان. الجيل الحالي والجيل الغاد الصورة والجيل القام الصورة هو جيل متعلم وجيل مثقف وجيل واعي جدا جدا, جدا جدا جدا، وحقيقة نحن قاعدين نتعلم منه كل يوم. نرجع نقول موازنة 2020 حتكون موازنة مختلفة عن كل الموازنات السابقة. ممكن تكون واحدة من الموازنات الاحتمال ما يجيزها المجلس التشريعي ويجيزها مجلس الوزراء ومجلس السيادة إذا لم يتم تكوين المجلس التشريعي. دي واحدة من حاجاتها. الشيء الثاني الشيء الجديد فيها إنه منحاز لقضايا التعليم والصحة والبحث العلمي للولايات فيها مشاكل متأثرة بالنزاعات والحروب. ميزانية حتضع السودان على أعتاب طريقة سليم. طيب إذا تكلمنا عن نقطة مهمة جدا والميديا بتشتغل وبتتكلم عنها كثير جدا، المشاكل اللي حصلت في السودان من خلال المدمر الكول ومن خلال يمكن التعويضات اللي بيتحدثوا عنها الناس والديون، شايف السيد رئيس الوزراء جاء كان متفائل جدا وسعيد جدا بال 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 بالنتائج بتاعت المباحثات. الآن الديون أو التعويضات تغلصت، ياريت تكلمنا شوي عن تغليص التعويضات، يعني داء وتأثيره شنو، وكثير من الناس بتتكلم عن إنه يعني ليه يعني حمدوك مشى ونحن كنا مفتكرين إنه يتم إعفاء، كنا مفتكرين الآن جاب لنا ديون. تكلمنا عن النقطة دي لأن في كثيرين جدا ما فاهمين النقطة بصورة طيب. سليمة حتى لو ما تم تغليص أنا دفعت 2 مليار مقابل يعفو لي 60 مليار وأرجع للمجتمع الدولي. نعم. وأرجع أدعم الأفيد للمجتمع، أشتري رجعتي. نعم. كويس، يعني إحنا ما قاعدين ندفع في حماقات يعني. نعم. في أشياء ما يعني أنت عندك يعني التزامات تجاه المجتمع الدولي، أنت كنت قاعد تدفع لغاية 2008 عشان قرار الجنائية تقوم. نعم. توقف هذه واحد الديون ذاتها شكل الديون، يعني احنا هي الديون كلها 18 مليار. نعم. الباقي دي كلها فوائد. نعم. يعني تراكمت. انت قاعد تسدد فوائد. يعني انت من عائد من عائد البترول لو كان سددتها ما كان الناس يا اخي حتى كم مسد يا اخي البنيه التحتيه للزراعه دي لو كان سويتها كان الناس اختلفت. يعني احنا السودان دوله زراعيه زراعيه وحتبقى دوله صناعيه تكامل بين الزراعه والصناعه قطاعين. احنا خلينا نستثمر في هذا الجانب. يا اخي كفايه استثمار في 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 حلاق في دكاكين حلاقه ولا صوالين حلاقه بسموها. نعم. ولا الستاير والكلام يعني نعم لا ولا نعم. يعني احنا خلينا نوجه الاستثمار للاستثمار الحقيقي اللي عنده عائد للبلد، عنده عائد. نعم. بيشغل لي بيفتح لي وظائف كويس. انا عندي ناس دارين يشتغلوا دارين يتوظفوا، اضافه لان احنا لسه يعني العمل العمل الميري ده يعني الخدمه المدنيه والكلام الناس يعني خليت غير ثقافتها يعني كويس. نعم. تنزل لمناطق بتاع الانتاج تشتغل شغل انتاجي بدل الوظائف يعني. نعم. طيب انا شايف ثقافه الضرائب، اللي تكلمنا عن الضرائب نقطه مهمه يعني من خلال حديثك، وفي كثير جدا كان من الفاقد وفي كثير من اذا رجعنا للمراجع في اشياء كثير جدا ما كانت داخله. انا متوقع وتخيل ثقافه الضريبه تتغير تماما من خلال انه في اشياء كثيره جدا حتدخل، يعني احنا زمان بنتهرب، انا شايف من خلال الان من خلال هذه السياسات انه الناس زي ما بنسمع برا حتمشي تدفع ضريبتها. يلا انا بدفع ضريبه 200، الناس اللي برا بيدفعوا الضريبه ليه؟ ما انت بتدفع ضريبه بترجع عليك طرق وخدمات صحه وتعليم مياه
كهرباء بتريحني؟ بترجع انا بمشي بكوس بتاع الضريبه عشان انا عشان حتجيني لكن انا كنت بدفع الضريبه بجي بلقى للكروزرات سال الوزير الفلاني راكب لي ثلاثه للكروزرات المستشار الفلاني ايش ما ادري فلان يعني انا ادفع ضريبه ليش يعني عشان كده كان في تهرب في تهرب ضريبي ده واحد ايش الثاني اضافه لانه القانون ذاته كويس انت اعمل قانون محكم كويس وقدم الضريبه قدم الخدمات للناس كويس انت كل ما قدمت خدمات كحكومه للناس الناس حتجيك راجع كويس ودي فتره بتاعت حكومه انتقاليه قاعد ترتب كويس للسودان يعني وضع اسس جديده لحكم السودان لتمشي كثير من الامور كويس ده واحد والشيء الثاني والشيء الاهم كويس لو ما نحن غادرنا منطقه النقد كويس في وسائل التواصل الاجتماعي كويس أن إحنا لا عاجبنا العجب والسيام في الرجب يعني إحنا ذاتنا عندنا دور يعني أنا قاعد أقول لهم يا أخي نحن النفايات اللي في الأحياء دي يا أخي الناس ما تشتغل عليها وتنظف الأحياء كويس أسواقنا كلها يعني فيها في عدم تنظيم الباعة المتجولين الكلام في حاجات كثيرة جدا جدا هي سلوك تأثير يعني تأثير كويس أزمة المواصلات أزمة الخبز أنا قاعد أمشي أشتري خبزي الساعة 10 بلقى المخبز ده ما فيه الناس بتيجي في أوقات متقاربة أوقات واحدة الناس كل لازم نحن ذاتنا روح الثوره لازم التغيير نساهم فيه نعم. التغيير لازم نساهم فيه وفي في تكسير كثير من السلبيات المشاكل يعني اللي بتحصل ايوه السلبيات ذاته نحن في حياتنا كسودانيين ذاته نعم. عندنا سلبيات خلينا نعترف بها يعني نعم. كويس هذه الحكومه وهذه الفتره الانتقاليه ما بتنجح لو ما نحن كلنا ساهمنا فيها لا بد من المساهمه عشان السودان يعبر كويس لا بد كلنا نجيف مع هذه الفتره لا 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 مرحله الفتره الانتقاليه لا بد ان نجيف كلنا سوا ليش عشان نعبر عشان نمشي لقدام كويس نمرق من الدائره الخبيثه اللي هي انقلاب عسكري وسمينة. جماعه الان نحن اتنفسنا عبير الحريه كويس ما بنرجع عليه ورا نعم كويس عبير الحريه ده بالمناسبه حاجه جميله جدا جدا يا معتصم بيساهم نتكلم في وسائل الاعلام دي ونمشي مفصل بيقول لنا انت قلت شنو ما سويت شنو دي حاجه كويسه يعني نعم. كويسه نعم. يعني حتى ورجعت لنا في صحتنا ذاته نعم. يعني نعم ده كلام ده كلام سليم ما في ضغوط ونحن نتمنى انه الضغوط دي تكون ما موجوده وده بيخليني هذا سؤال مهم يعني الميزانيه دي الان هي مبنيه على اشياء حقيقيه عليه ايراد حقيقي لا ايراد حقيقي ايوه يعني شاهدنا احنا في الفترات السابقه البايده الميزانيه بيحصل فيها تعديل اثناء ما هي اثناء أيوة. هل بتتوقع انه يعني يحصل تعديل ولا انت بتفتكر انه الايرادات الموجوده الان اللي باني عليها السيد وزير الماليه الناحيه الاقتصاديه مبنيه على اشياء حقيقيه؟ حقيقية وثاني في شيء مهم الإنفاق الحكومي بالمناسبة الموازنات السابقة كان بتعتمد على الإنفاق الحكومي الخلل كان في الإنفاق كيف حكومي الإنفاق الحكومي كان كبير جدا جدا يعني الإنفاق الحكومي كان كثير جدا جدا نحن كنا عبارة عن مواطنين بنشتغل عشان نمشي الحكومة كويس ما أنت لو حسبتها يا أستاذ معتصم نعم يعني الوزير عنده كم عربية نعم عنده عدد من العربات بيستهلك وقود ثلاثة سواقين اجتماعات حوافز إضافة لذلك السفر عربات الوزراء ما بتطفوها لما نمشي حتة بتكون شغالة أربع مدورة عشان التبريد نعم واحد المكاتب بتاعتهم ذات إضافة لذلك الآن في دمج حاصل في كثير من الوزارات الناس استغنوا عنها كان نحن كان عندنا كم وزارة كم 77 وزير الآن صفينا على 20 وزير ده نعم ده يمكن ده برضه عائد كبير جدا يلا المجلس التشريعي في كلام من داخل المجلس التشريعي والمجالس المحليه في الولايات حيشتغلوا متطوعين بدون رواتب نعم السفر كان عنده تاثير على الناحيه الاقتصاديه كان عنده تاثير عنده تاثير انت ما هو نسريه اليوم الوزير بكم يورو نعم كويس اليوم بكم 150 ولا 200 يورو بيمشي ويجي راجعين بيمشي ويجي راجعين في حاجات طقحنك ساهية نعم يعني انت بتتوقع انه ميزانيه هذا 2020 تختلف اختلاف توتالي والناس يمكن المشاكل الحاصله في الجازولين وفي الوقود عموما وفي الدقيق ما قد تهزم هذه الميزانيه وتكون في مشكله؟ والله نحن ما بنقول بتهزمها كويس ولكن ممكن يعني انت الان يعني الاجتماع بتاع بكره مؤتمر بكره هو بحدد بيوضح لنا بعد الحقائق استنى وزير الماليه مالي قشمه من اصدقاء السودان
كلنا نسأل من هم أصدقاء السودان الآن. هم إحنا بعد ما نطلع من هنا مفترض نتصل نشوف أصدقاء السودان الجايين بكرة. بكرة الساعة 8 نحن ننشغل على الصداقة. الجلسة الافتتاحية مفتوحة. نعم. نعم. نمشي نشوف نشوف. نشوف حصل شنو. أيوة. بعدها هم حيجلسوا اسمه دل قولوا عليه اجتماعات مغلقة. نعم. لآخر اليوم. بيكون بتتضحها. نعم. يعني لو هذا الأصدقاء السودان لو فروا لنا سايد 3 مليار 2 مليار بيكون بتساهم مساهمة كبيرة مساهمة كبيرة بالنسبة لميزان المدفوعات والميزان التجاري. طيب نحن ما تكلمنا على قطاع التعدين وإسهاماته، تفتكر إنه قطاع التعدين وإسهاماته كبيرة جدا جدا. طبعا خروج بنك السودان من شراء يعني الذهب، وزير المعادن تكلم في إنه يخرج بنك السودان، من المهم يخرج لسبب واحد. نعم. التهريب اللي قاعد يحصل له هدر الموارد. انت الطن او الجرام خارج السودان بيتباع بسعر، انت بتجبر الناس بتشتري منهم بسعر. يا اخي انت قدم بنفس السعر، انت اصلا لو دار تشتري قدم له بنفس السعر. ليش؟ لانه انت محتاج تمشي تبيع الذهب عشان تجيب عملة اجنبية. نعم. يعني انا ليه الناس قاعد تهرب تغامر تهرب مستوى واحد حيتم هو بالمناسبة التعدين المؤثر التعدين الاهلي بالمناسبه الانتاج الكبير التعدين الاهلي. والفتره اللي فاتت كان حسب تقرير وزاره المعادن الست شهور اللي فاتت كان 30 طن. يعني من 100 طن في الفتره 45 يعني كان ناقص اقل من 15 طن. مساهمته كبيره في كيف؟ طبعا مساهمته كبيره. هم الناس بيتكلموا عن 200 الف طن. 200 طن. 200 طن. ايوه. نعم. 200 طن دي حاجه كبيره جدا. نعم. جدا. ده الانتاج مش بقوله محرب. يعني لو فعليا انت 150 طن وقاعد تصدرهم انت بغطي لك جانب كبير جدا. الفترات السابقه ليه ما كان مساهمه كبيره في لانه قاعد يهرب. انه قاعد يهرب. نعم. لانه طيب. في نافذين، جزء كبير من النافذين هم قاعدين يستفيدوا منه. انت بتمنع التهريب الان بسياسات، في سياسات جديده يعني منع البنك؟ هو السياسات هو شوف التهريب بتمنع بحاجه واحده. السعر. سوازي السعر الخارجي. ثالث انا ما بهرب. انا ببيعه. ما بجازف ذاتي انا ما خلاص يعني انا بلقى البر بلقى في الداخل. خلاص يعني. نعم ما في داعي. ما في داعي للزمن. نهرب. طيب رفع الدعم، هل برضو كان في حديث عن رفع الدعم وتأثيراته؟ أنا قاعد أقول لهم خط أحمر. نعم. رفع الدعم الآن والحديث عن هذا الموضوع خط أحمر. طيب بتين ده بكون رفع الدعم؟ أنت بترفع الدعم ليه؟ طيب أنت بترفع الدعم في هذه الحالة. في حالة تكون عندك مواصلات عامة حكومية، الناس أصلاً أنت مستهدفهم بتقول أنا قاعد أدعم للناس اللي دخلهم عالي. وأنا دائماً قاعد أقول يا جماعة الناس اللي عندهم عربات هم سودانيين. جزء منهم بيكون عنده استثمارات، عنده شركات، عنده عربات، عنده قاعد يشتغل، فبالتالي أنت قاعد تأخذ منه ضرائب. نعم. وحتى الحديث ده بالمناسبة الدول المحترمة هي دول بتاعت برامج، حكومات برامج. يعني أنت لو قلت لي أنا حكومة دار حزب دار أترشح وأرفع عنك الدعم ما حرشح لك. نعم. لكن يقول لي حزب تاني انا والله يا اخي برنامجي حادعم الصحه والتعليم بكده حديك. نعم. ف وزير الماليه عليه انه يفهم انه الثوره دي طلعت ثوره من اجل الرعايه الاجتماعيه. وبالتالي ما من اجل انك تجي ترفع عليه وتجي تبرر لي في انه يا اخي انا دار ادي 300 جنيه. هو بيفتكر انه 300 جنيه دي للشخص في الولايات هي قروش؟ لا هي ما زادت قيمة كبيرة. ما زادت قيمة يعني. نعم. ده واحد. ولما نتحدث عن الولايات في بعض الولايات غنية جدا جدا، المواطنين في الولايات ناس منتجين. نعم. كويس؟ ما حيعتمدوا على المساعدة الحكومية يعني. ثم الناس قاعدين محتاجين انك توفر لهم وسائل الانتاج، توفر لهم حياتهم اللي شغالين في زراعتهم، شغالين في حياتهم، في انتاج، تعال اشتري في انتاج، تعال دخل اشتريه، حسن لهم وضعهم، عمل لهم قنوات، عمل لهم هم محتاجين لهم يعني. ولكن ما محتاجين ل 300 جنيه اللي بيقولها هي ما حتعمل شيء يعني، ولا حتعمل حاجه. من واحد موضوع الدعم ده يخليهم كويس الان يدعم البنزين، يدعم الجاز، المحروقات عموما، ويدعم الدقيق بشكل اسمه ده. يعني حتى نحن دار نرجع العيش الجنيه ده يجيب لنا 5 عيشات. نعم. ليه ما يجيب لنا 5 عيشات؟ يعني يجيب لنا 5 عيشات. نعم. ما انا مواطن، ما انا لو ما قدمت لي طيب الفائده شنو يعني؟ انا صرت ليش يعني؟ نعم. بتفتكر انه هل السنه دي يعني الفتره دي كافيه
انه انا اقدر اقلل او اضيف للمواطن انه اقلل الاعباء عليه؟ يعني انا بتفتكر انه الفتره ضيقه؟ يعني في كثيرين جدا بيتكلموا عن انه نحن جبناكم الان وما شايفين شيء حاصل، لا بتفتكر ده شيء طبيعي؟ الان ده شيء طبيعي؟ انا اعتقد انه يعني هو طبعا الزمن الزمن ما يعني 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 هو الحكومه يا دوب ليها كم يعني ما شوف السياسات الحكوميه حتظهر نتائجها حتبدا تظهر من شهر ثلاثه شهر اربعه حتبدا تظهر للمواطن، والمواطن حقيقه حقه مستعجل للي لكن احنا رؤيتنا كمراقبين في مشاكل كبيره جدا جدا يعني مشاكل كبيره جدا جدا. السودان عنده مشاكل كبيره، يعني حكومه جات قرصت دوله ما قادره توفر لا جازة لا بنزينة لا وقودة لا دقيقه لا مويتها لا كهربتها. يعني دي بالمناسبه يعني انت مؤجر لك باخره عشان تديك كهرباء، يعني الالمان قالوا بحل الموضوع ده لغايه السنه الجايه نشوف الحل بتاعه شنو. في الربط المصري بالمناسبه يعني المصريين اي المصريين شغالين شغل كبير جدا جدا، لكن هو ما مرئي كويس يعني حق الناس تسلط عليه الضوء كويس. لما نربط الربط الكهربي ده حقيقه من مصر كويس هيساهم مساهمه كبيره جدا جدا، يعني لو 400 كيلووات مع 300 ديك 700 ومع انت عندك 3000 بتعمل لك اسمه بيطلع من بتحرك اي بتحرك الازمات خاصه انه في فصل الصيف بيكون في مشاكل في مشاكل في الكهرباء نعم. دي كلها اشياء يعني احنا بنتمنى ده بيغني للعلاقات علاقات السودان الان السعوديه الامارات مصر قطر الامم المتحده كل هذه الاشياء دور مساهمتها في هذه الفتره. شوف نحن لابد يكون عندنا علاقات جيده علاقه احترام وتبادل منافع بيننا وبين الدول. لا يخفي علينا دول السعوديه والامارات في دعم السودان يعني حقيقه يعني انت السعوديه والامارات شايلين في الوقود وفي الدقيق يعني خلينا نبقى واضحين اهم سلعتين نبقى واضحين يعني اهم سلعتين. بالتالي انا بستعد السعوديه والامارات على اي اساس؟ واحد مصر انا بستعدها لشنو؟ يعني انت لو شفت التبادل التجاري بينك وبين مصر كبير جدا جدا. انا ممكن استفيد من هذه الخبرات كلها واستفيد من هذا يعني حتى السعوديه والامارات الموسم الزراعي انقذته لنا سماد بالسماد يعني يعني طيب نحن علاقاتنا لازم تكون علاقه حسن جوار علاقه تبادل منافع بيننا وبين الدول كلها يعني المرحله الجايه ما حيكون في علاقه بتاعت عداوه او محاور لا علاقه نحن يكون عندنا علاقه جيده مع كل جيراننا ومصلحتنا فوق كل شيء. انا بحيي كثير جدا الاستاذ الصحفي والمحلل الاقتصادي احمد خليل احمد، شكرا لكم نلتقي في حلقات قادمه. شكرا لك استاذ معتصم، شكرا لك كثير، وانا سعيد جدا جدا في هذه السياحه الجميله. اهلا ومرحبا بك، ونتمنى انه الناس يعني تصبر شويه، وان شاء الله القادم دائما زي ما بنقول احلى، وحتى نلتقي في حلقه اخرى من حلقات البوصله، لكم دائما احلى تحيه. We'll be right back.